الأواني الفخارية، سيبكوا بقى من الكلام المنمق العربي، الحاجات اللي بيعملوا فيها الطواجن وتطلع حلوة. هما قاعدين في الفاصل اللي هي هيبقى عمال تقول لي ايه، طب ايه الطواجن الحلوة وايه الطواجن اللي مش عارف ايه. طبعا هي مالهاش دعوة بالطواجن، يعني كله نشويات وما اعرفش ايه، لكن في بس بتعمل الطواجن تطلعش حلوة غير في الأواني دي. اشمعنى الأواني دي؟ وهل ليها ضرر ولا هي مفيدة؟ ومن امتى بيتم استخدامها؟ معروفة هي من زمان الطواجن دي. انت بصيت عشان اقول ايه نوع الطواجن؟ ايوه، صح؟ اي اكتر طاجن بتحبه؟ انا قلت لها طاجن العكاوي بالباميه حل. ايوه، ايه تاني؟ وقلت لها لحمه بالبصل لطيف. ماشي، وهنكمل بقيه الليست عشان هنجوع بعد ما نشوف الدكتوره هتقول لنا ايه. بنرحب بدكتوره شيرين فيليب، دكتوره باحثه بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا فندم، منورانا. الله يخليك حضرتك، انا سعيده بوجودي معاك. صباح الفل. سعيده بوجودكم وبجمهوركم الكبير طبعا. ربنا يخلي حضرتك. انا عايزه ابتدي معاكي دكتور شيرين، واحنا في الفاصل كانت بتقول لنا ان الحكايه موضوع الطاجن ده قديم قوي، من ايام الفراعنه. ده من ايام الفراعنه. ليها قصه بقى. انا عايزه اقول لحضرتك ان من ايام الفراعنه اصلا، يعني من 7000 سنه، كانوا مثلا لما يجوا يشيلوا ميه بيشيلوها في اواني فخاريه. والاواني الفخاريه دي اللي هي من 7000 سنه، لما كانوا بيجوا مثلا يخزنوا فيها ميه النيل في البيوت، فكان دايما يحط تحت في يعني الاواني الفخاريه دي من الطين، لازم تكون من الطين، وطين اصلي، يعني افضل انواع الطين كان بيبقى من اسوان. فكان يجي يعمل ايه بقى حضرتك؟ يجي يجيب شويه رمل ويجيب نبات، بذور نبات اسمه المورينجا. ده من 7000 سنه القصه دي. نبات المورينجا ده كان نبات زمان بينمو في جنوب مصر، لكن دلوقتي ممكن بينمو مع الظروف البيئيه في كل حته في مصر، بل بالعكس في دعوه كمان لنشر النبات ده. مثل النبات ده ايه، لقوا ان النبات ده بذوره كان يجي زمان لما يجي بقى عايز يعمل يحط ميه مثلا في الزير، يروح داعك الزير ببذور نبات المورينجا في الوقت في الشتاء، في مرحله الشتاء، ويحط شويه رمل تحت ويبتدي يحط الميه. بعد الاف السنين دي جه دكتور عالم في جامعه في امريكا، اكتشف ان المورينجا النبات فيه بروتين، البذور دي فيه بروتين، البروتين ده بيقضي على البكتيريا والطحالب. بيقضي عليه كمان بخاصيه، يعني هو في خاصيه اللي هي كواجيوليت للبروتين بتاع الفطره او الطحلب، يعني الحاجات اللي هي ملوثه يعني للميه. يعني كان بيطهر الزير اللي هيحط فيه الميه، وبيطهر الميه نفسها. وبيطهر الميه نفسها. يعني بدل الفلتر عندنا دلوقتي كان هو المورينج. يعني الاواني الفخاريه دي منها، انا نسيت اقول بقى، منها الزير والقله، منها الاكل. ما هو كانوا زمان عايشين بيها بطريقه، عشان كده كانت دايما الحياه صحيه. ده مش من زمان قوي، ده انت حضرتك بتتكلمي من 7000 سنه، قصدي اقول لغايه مثلا 50 60 سنه فاتوا الناس كانت بتشرب من الزير ومن القله وفي مازال حضرتك دلوقتي، لان دلوقتي بقى مع فكره الدعوه للعوده للطبيعه طبعا. وان احنا عايزين نحضر الاخضر وانك انت تكون بتواكب التغيرات المناخيه، ده في فنادق ابتدت تاخد الطابع ده دلوقتي. الطابع ده طابع طبعا صحي كمان. عندنا صحي. عندنا سيوه وعندنا اعتقد مكان في الفيوم في حتت كتير حضرتك، ومازال لغايه دلوقتي ده في ناس دلوقتي في قرى سياحيه بتعملها حاجه فور فن، لان الميه لما حضرتك بتخزنها في الزير الطمي ده ليه مساميه، فدايما بيساعد على ان الحراره بتاعت الميه تخرج، يعني يبقى في تبديل هواء. الميه بتبقى عشان كده بتبقى الميه ساقعه لو حطيتها في حته ظل، وليها طعم حلو لانها طبعا بتاخد طعم الطمي. الطمي ده بيدي طعم، يعني بيدي تيست كده للميه طعمها مختلف، زي ما بيدي تيست للاكل برده بيبقى طعمه مختلف. طب نروح من 5000 سنه من 7000 سنه الفراعنه بيعملوها. طيب يعني مش عارف، قبل ما ندخل على موضوع الاكل، احنا قلنا طبعا القله وقلنا الزيت والاماكن الحاجات اللي بتحط فيها الطواجن. بس ما دام كانوا يعني بيعملوها من ايام اجدادنا الفراعنه، اذا هي حاجه كويسه صح؟ صحيه جدا. ده بقول لحضرتك عالم في امريكا اكتشف ان دي خاصيه مهمه جدا، وخاصيه بالنانو تكنولوجي اللي احنا دلوقتي كل الابحاث بتاعتنا شغاله على النانو تكنولوجي. ان هي فعلا دي بتنقي الميه، يعني احسن من الفلاتر اللي احنا بنعملها دي. بس يمكن عشان بتحط فيها ميه. طب لكن لما بتدخل النار بقى، دي بقى في الاواني الاكل اللي هي البرامات او الطواجن. ايوه، برضو الطواجن دي احنا لو احنا عايزين نستخدم منها، طبعا هي اكلها صحي جدا وطعمها حلو، بس لازم يبقى في اشتراطات قبل ما استخدم الطاجن. يعني لازم يبقى في اشتراط في اختيار الطاجن نفسه.
ازاي في دايما بيبقى في السوق مثلا انواع الطواجن اللي تلاقيها مثلا ايه ليها طبقه ملمعه من جوه جوه الطاجن دي طواجن غير صحيه المفروض ما استخدمهاش. اللي ليها طبقه لمعه ده احنا بنقول ان هي دي كده واخده طبقه عازل وعشان ما تبقاش لمسه الفخار على طول. بالعكس ده العازل دي بتبقى ماده كيميكلز من اكسيد الرصاص وكادميوم احيانا عشان يدوها الوان ودي مواد بتتفاعل مع الاكل جوه الطاجن نفسه وبتطلع سموم يعني بتسبب مشاكل صحيه كمان. امال المفروض يبقى شكله ايه من جوه الطاجن؟ اللي هو يبقى طمي عادي يعني طمي زي وبيفضل طبعا من طمي اسوان والطمي بيبقى طمي عادي لون الطمي العادي اللي انت لو كحطيه يعني حطيتي ايدك عليه كده هيطلع لون احمر. ده الطاجن في الاول قبل ما تستعمليه. ده ما يطلعش في الاكل؟ ما هو احنا حضرتك الطاجن انت مش بتيجي وتستعمله كده على طول. امال ايه؟ انت اول حضرتك ما بيجي الطاجن اللي هو زي تلاقي طمي ولونه اللون الطمي مايل للون الطمي بتبتدي حضرتك تعمل حاجه اسمها حرق الطاجن. حرق الطاجن دي بقى بيتعمل ازاي؟ بجيب عسل اسود بحط عليه شويه زيت وببتدي ادهن الطاجن بتاعي من جوه ومن بره. اورنشه يعني؟ بدهنه شويه واسيبه لغايه ما يشرب. الطمي دايما ليه مسام فالمسام دي بتخليه يشرب العسل مع الزيت مرتين ثلاثه كده وابتدي احطه في الفرن. احطه في الفرن طبعا انا بدهنه من بره وجوه عشان اللي بره ده بيديله صلابه كمان يعني يديله صلابه ضد الكسر. عسل اسود وزيت ماده دهنيه. في ناس كان بيتعمل سمنه بس السمنه دلوقتي بقت غاليه فخلينا نشتغل في حاجه اكونومي كده. كده هيتحرق الزيت وعسل. زيت وعسل وبتدهنه حضرتك بفرشه السطح من جوه والسطح من بره مرتين ثلاثه وبعدين بتبتدي تعرضه للحراره تحطه بقى طبعا على الفرن مباشره بس يعني يفضل انك تحدي يعني جيب صينيه تحط عليها فويل عشان هينزل السوائل دي ما يبقاش بوظ الفرن. تحطه في الفرن حوالي ساعه الا ربع وممكن تعيد عمليه الحرق دي ليها 3-4 مرات. وكل ما زاد الحرق من يوم؟ ممكن في اليوم نفسه ممكن تاني يوم. يعني اللي بيجيب اصلا ما بيجيبش واحد بس بيجيب مثلا 3-4 فبيعملهم نفس الطريقه بيجهزهم. يعني انا اما بجيبه حضرتك بتبتدي تعمل عمليه تجهيز للبرام نفسه كل مره اسيبه ساعه في الفرن تسيبي حضرتك وترجعي تاني تحطي له عسل وزيت لكن ما اجيبوش متلمع من جوه ولا من بره؟ لا متلمع من جوه. بص هقول لحضرتك اللي متلمع من بره طالما ما معهوش الوان يعني ما تلاقيش لونه احمر وعامل فيه رسومات ده برده مش اللي هو بيبقى لونه بني عادي بس واخد طبقه لامعه زي الازاز كده. هو انا عايزه اقول لحضرتك اللي بره يعني ايه اقل خطوره من اللي جوه لان اللي جوه بيتفاعل مباشره مع الاكل طبعا مع الاكل دي الخطوره فيها لكن اللي بره لا ما يبقاش بتني بقى الفرن زي ما بقول لحضرتك انت بتعمله كده بيتعمل تطلع بقى من الفرن يبقى لونه اسود كده لان العسل اتحرق فيه وابتدى ينزل. انا بقى عايزه انضف الحاجات دي ممكن انضفها احط ميه مغليه واحطها في الفرن شويه هتبتدي الميه دي تنزل كل الحاجات اللي اتحرقت في الطاجن. بعد كده الطاجن معايا بقى خلاص مستعد للشغل. مهم جدا بقى الطاجن كمان ان انا لما انضفه يعني مهم ان لما اجيب طاجن ان يكونش مثلا فيه شروخ يعني انا بعمله بدايه كده الاقي ملمسه ناعم المسام بتاعته مقفوله وانا اللي بعمله الحرق ده عشان اقفل المسام اكتر. تمام. مهم جدا كمان ان انا ما اجيبش فيه لا يكون شروخ ولا اي حاجه يعني ما يكونش فيه حاجات مثلا متكسر حته لان الحتت دي بتبقى شايله بكتيريا وحاجات ممكن يعني تبقى مؤذيه للطعام. يعني هو مثلا يعني اقدر اقول ان الفخار ده انضف مثلا من الحاجات الازاز البايركس والحاجات دي. البص اقول لحضرتك الفخار بيبقى ليه مميزات. الفخار ده ليه مسام هو انا بشوف ان هي مميزات بتاعته اعلى. ايوه هي دي. احنا بنحب الفخار عشان هو بيدي طعم للاكل حلو بيدي نكهه وطعم ما بيديش طعم بس الازاز كويس يعني ما فيش البايركس كويس ما كله بيدخل الفرن يعني بس هي الفكره ان حضرتك بتاكل حاجه كده ايه بتدي طعم الطمي ده بيدي تيست كده لذيذ في الاكل فانت بتبقى مستمتع وانت بتاكل الطاجن اكتر. حتى بيقولوا كده طاجن الباميه في البرام يعني البرام طبعا والرز المعمر بتاع زمان والحاجات الجميله دي حاجات غير ما تبقى حله ولا صينيه لا طبعا دي تيست متميز. دي الطريقه يا دكتوره اللي حضرتك قلتيها ان احنا بنبتدي ده عسل اسود وعليه زيت ونبتدي نمسك البرام ده ونحطه بنعمل من جوه بفرشه كده وبره وبحط تحته اللي هي الصينيه دي اللي هي معموله الومنيوم فويل لان هي لما يسيح هينزل مواد سودا فما تبوظليش الفرن اللي هي اللي تحت. طب انا عملت الحركه دي ودخلتها الفرن وبعد كده تمام اعملها مره واثنين وثلاث تاني ولا مره؟ بص اقول لحضرتك انت كل ما بتزود يعني ممكن تعملها 3 مرات لان كل ما الطاجن ده اتحرق وكل ما بقى لونه بني للغامق كل ما يبقى قيمته اعلى. ايوه يعني حضرتك دايما تلاقي صحي اكتر تقصدي صحي اكتر وقيمته اعلى يعني دايما الطواجن اللي كانوا بيستخدموها ايام زمان في بيوت الاجداد تلاقي ان كل ما الطاجن بقى غامق
كل ما بقى قيمته اعلى، وكل ما كان الاكل فيه قيمته الغذائيه اعلى برضه. عامل زي خشب بتاع الالات الموسيقيه. لا وعامل لا وعامل زي حاجه ليها علاقه بالفخار، بلاص المش. ما هي ده انا عايز اقول لحضرتك ان البلاص ده فكرته رائعه. إيه؟ انا ايه بقول انت رجعت لورا قوي. أيوة انا عايز اقول لك نرجع بقى ل 1350 سنه. لا بلاص المش ده كان بيقعد 50 و60 سنه في العيله. هو حضرتك الفراعنه زمان كان عندهم اقتناع ان بخاصيه البعث ان هو بعد ما يموت هيصحى، طبعا فكان دايما يحط يعني لقوا يعني بلاص المش ده لقوه في مقبره بتاعت تويا ويويا في وادي الملوك في الاقصر من 1350 سنه. هو محطوطه في المقبره لا هم ما فتحوش بس هو كان حاطط الاكل اللي عايز ياكله. بقول 1300 سنه هيلاقوا فيها ايه؟ وما زالت يعني ما زالت موجوده في المتحف في الاقصر. يعني انا اقصد اقول يعني اني اعتقد لو الجبنه والمش دول كانوا محطوطين في حاجه غير الفخار اعتقد يبوظ ما يقعدش. آه طبعا ايوه ما يقعدش 30 40 سنه. لا في بيوت فعلا بيبقى البلاظ فيه بقى له 40 50 سنه بتتوارثه. آه الاجيال. طبعا يعني. ده بتتوارثه الاجيال ده دي حقيقه. والبرامات اللي هي كل ما بقت في بي يعني في بيوت الجداد الجدود الكبار بيورثوها لاولادهم ولاحفادهم. ايوه لانها بتتحرق اكتر فبتبقى قيمتها الاعلى. أيوه. في ناس بقى بتعمل انا ما اعرفش دي غلطه ولا ايه يعني بقى عندنا البرام او الطاجن الفخار والناس تحط جواه الفويل بدل ما في الصينيه جواه ونحط الاكل عليه. دي في بقى في منتهى الخطوره. ايه بقى اللي بيحصل؟ واقول انا جايب نوع فويل غالي، انا ده نوع مخصوص للاكل مش للصواني، فقولي لنا بقى احنا بنعمل في نفسنا ايه؟ لا لا دي في منتهى الخطوره. احنا الغرض من الطواجن انك انت بترجعي للطبيعه، الطبيعه الام اللي هي ايه؟ الطاجن فكرته كمان ان في مسام فبتدخل الهواء فبتسوي الاكل بطريقه صحيه اكتر في وقت اقل بطعم اعلى. طيب الفويل بقى، الفويل ده اصلا اول ما اتعمل على فكره الفويل ده كان في روسيا سنه 1924، كان الغرض منها هي تغليف الطعام، التغليف فقط. يعني مش للتسويه. الفويل كمان سخونه يعني بس يعني لما بعد حضرتك ما تاخدي اكل فانت عايزه تحافظي على سخونته لغايه ما توصليه في مطاعم او في بيوت فانت بتغلفيه بفويل. احنا بقى لنا يعني فتحنا الاستخدام بتاعه بطريقه يعني مش صحيه ابدا. الفويل دايما كمان حتى ليه طبقتين، تلاقي طبقه لامعه وطبقه مطفيه. المفروض ان الطبقه اللامعه دي لو انا بعمل اكل سخن انا بغطي الطبقه اللامعه دي هي اللي تبقى ملامسه للاكل مش المطفيه. احنا بنعمل العكس. احنا بنعمل العكس السخن. أي. لو السخن تبقى الطبقه اللامعه، لو الاكل بارد نوعيه الاكل بارد يبقى العكس الطبقه المطفيه. يعني احفظي دايما السخن مع اللامع. احنا يعني بنعمل العكس بتخلي. بنعمل احنا في الحالتين بنعمل الطبقه المطفيه تبقى تحت، الطبقه اللامعه هي اللي فوق. لو لا لحضرتك لو الاكل سخن وعايز تغطي يبقى اللامعه دي هي اللي بتبقى فوق. لكن لو احنا الطاجن الاكل اللي بتعمله بارد طبيعته يبقى الطبقه لكن اللي هو معمول ايه من الالومنيوم؟ من الالومنيوم طبعا، من رقائق الالومنيوم. طب مش الالومنيوم ده مضر مع مدر. الحاجات السخنه؟ ما انا لسه بقول لحضرتك ان هو مضر جدا، يعني يفضل ان حضرتك اي ست بيت تقلل جدا من استخدام الالومنيوم. الدكتوره بتقول نغطي بيه مش نحطه نسوي. أيوه هو مصنوع اصلا فكره التصنيع بتاعه الالومنيوم لكن ما ندخلوش الفرن. بص حضرتك هو في ناس دلوقتي بقت تقول لك طب ايه غطي واعمله الصينيه وده ده في بيعمل ايه بقى؟ بيغطي بطبقه ورق اللي هو الورق الزبده. دي بقى حضرتك الحل ان انت لو انت عايز تستخدم ورق فويل وتحط الفرن حط طبقه ورقه زبده الاول وبعد كده فويل، لان الفويل لما بتحط مباشره مع الاكل بيتفاعل. والالومنيوم ده على فكره من المواد اللي هي بتسبب امراض كتيره جدا على المدى البعيد تراكمي. يعني الالومنيوم هم بيسالوا دلوقتي يعني حد من زمان هو بيقول بنلف بيه رغيف الحواوشي، امال هنسوي رغيف الحواوشي في الفرن ازاي؟ لا على فكره رغيف الحواوشي عمره ما الدكتور رغيف الحواوشي لو اتلف كده بيبقى يطلع وحش. بيطلع وحش قوي. هو لازم اقول لك طريقه ثانيه. لازم يطلع محمص ومعرفش ورق زبده. ورق زبده يعني ورق زبده وتحط يعني ورق الزبده اللي يبقى ملاصق للرغيف الورق الزبده وبعد كده تلف بورق فويل. والافضل بقى حضرتك انك انت ممكن تسويه من غير ده خالص يعني بصراحه. إيه من غير خالص؟ من ولا غير زبده ولا فويل. نبتدي نتخانقوا على طريقه عمل الحاجات. فناخد استاذ شريف استاذنك. يا استاذ شريف صباح الفل. صباح الفل يا استاذ اسحاق. اهلا اهلا بحضرتك. الله يخليك. حضرتك البريمه الفخار ايوه بتدي الاكل طعم لان انا طباخ اصلا. أيوة. في ناس بتجيلي من بلاد بره زي روسيا وفرنسا واسبانيا بيطلبوا الاكل في الفخار بالذات لان بيديهم نقه حلوه بيدي طعم احسن. ايوه طبعا لما تعمل مثلا برام بالضاني
باميه بالضاني، باميه باللحمه المفرومه في الفرن، بيديله طعم تاني. طب انت بتجيب الفخار منين بقى يا استاذ شريف؟ في ثلاث اماكن. في كفر الزيات، في هناك ناس بيبيعوا بيعملوا دكاكين كده. وفي في القاهره في عين شمس. تمام. وفي بقى في اسمها دي في سمنوط. طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، الدكتوره قالت ما تجيبش اللي هو متلمع من ورا وجوه ومرسوم عليه حاجات وبتاع، انت بتجيبه ايه بقى؟ هو اللي متلمع من، يعني انا هفهم حضرتك، الاول الدكتوره كريمه على راسي من فوق، بس اللمع اللي هو من جوه ده، تمام، ده بيبقى زي قشره عشان الاكل ما يلزقش فيها. تمام. زي حضرتك شفت الحله اللي هي البايركس. أيوة. ما تقدرش تغسلها بسلك خشن، بتغسلها بحاجه طريه. ما يا استاذ شريف، هي الدكتوره، يعني طبعا انا فهمت كلام حضرتك، بس الدكتوره كانت بتقول فعلا الطبقه ما تخليش الاكل يلزق، بس هي مش صحيه، يعني بتتفاعل مع الافاعل. بالظبط كده. بص يا استاذه، اتفضل. مع احترامي للدكتوره، اي حاجه فخار ماشي بتبقى صحيه جدا وبتسوي الاكل وبتدي له طعم نكهه. شكرا يا استاذ شريف، شكرا. وانا شكرا. عايزه اوضح ان الطبقه دي فعلا ما بتخليش الاكل يتلاصق، لكن الطبقه دي بتتعمل، الجليز ده بيتعمل من مواد بتبقى اكسيدات، دي بتتفاعل مع الطعام مع الحراره. انت حضرتك بتقول احنا نعملها بنفسنا افضل. ما انا بقول لحضرتك، يعني فانت بطريقه حرق البرام ده بتاع زمان، يعني انت زمان ما كانش حضرتك فيه برامات، والبرامات الغاليه اللي بتتباع في السوق دلوقتي من شركات ليها اسماء، يعني البرامات دلوقتي بتتباع حاجه متغلفه، مش ممكن تكون بتبقى متلمعه من جوه. انا اقول حاجه، هو اختلط الامر على الناس لما ابتدوا يعملوا الطبقه اللاصقه دي، ان هي الخزف بتاع القطع التحفه الفنيه اللي زي الفازات والحاجات بتتحط في المعارض بتتعمل بطبقه الجلاس من بره، مش هتستعمليها، مش هنستخدمها نار، مش هيبقى بقول اختلط، بقينا نستخدم نفس الطريقه بس في الاكل. فده هو، بص حضرتك، الكلام اللي بقوله ده نتيجه ابحاث، يعني لقوا ان انت الطبقه اللامعه دي اللي هي الجليز لما بتبقى في البرام وانت بتدخلي الحراره دي بتساعد ان يتفاعل الماده الغذائيه اللي جوه البرام مع الطلاء بتاعه ده، بيجرى تراكمي بقى، بيجرى ايه بقى، بيجرى حاجات كتيرة جدا، يعني عايزة اقول لحضرتك مثلا بيسبب الاكاسيد اللي هي بتتعمل بيها، ما بتتعمل طبقة الجليز دي من اكاسيد كادميوم ورصاص، دي بتسبب بالتراكم، يعني الرصاص ده لو تراكم كتير في جسم الانسان بيؤدي زهايمر وبيؤدي امراض كانسر كتير. صحيح. والتراكمي ده مش تراكمي ان انا هاكل النهارده في برام هيجرى لي كده، لا، التراكمي ده على فترات. مدار الوقت. والكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده مظبوط في ابحاث اوريدي اتعملت. الدكتوره بتاكد الكلام ان هو فعلا بيخلي طعم الاكل حلو كل حاجه، هو بس طبعًا هو بدل ما احنا نشتريه في الطبقه الملمعه، لا، نجيبه من غيرها ونحرقه احنا في البيت. الحرق ده على فكره برضه هيخلي الاكل ما يلزقش فيه خالص. وبعدين تنظيف البرام بيبقى، مش انا مش هعمله سلكه، لا، انت بنظف البرام بسفنجه، بسفنجه طريه. على الشاشه اهو قدامكم الاثنين، قدامكم اللي فيه الطبقه اللامعه بنشتريه كده، فده اللي غلط، لما تلاقوا كده ما تجيبوهوش، واللي من غير خالص انتوا بس تعملوه في البيت بالعسل والزيت. اي حد بنلاقي ناس كده في الشارع وحاطين بقى عاملين كشك او على الرصيف بيعملوا الحاجات دي، بيبيعوا الحاجات دي، ده عادي ان انا اشتريه طالما ما فيهوش الازاز، ولا لازم يبقى من مكان اللمعة او شركه؟ هو بص اقول لحضرتك على حاجه، هو طالما الماتيريال بتاعته حضرتك شايفاها ان هو طمي، يعني في اسوان ما هو بيتباع من الطمي بتاع اسوان ده اعلى كواليتي في الطمي اصلا. أيوة. فانا عايزه اقول لحضرتك لو انت شايفاها مش متلمع، هو دايما الاماكن اللي هي بتبقى بره مثلا في الشارع دي بتبقى عامله الحاجات اللي هي الماتيريال الرخيصه، اللي هي تقصدي اللي فيها اللمعه دي، اللي فيها اللمعه دي، دي حاجات ماتيريال رخيصه. لكن لو لقيتها ما فيهاش اللمعه وفي مكان زي كده عادي اشتريها، ممكن. وانا طبعا لو الطمي بتاع حضرتك شفيه. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت زي ما بقول لحضرتك بتختبري الطمي اللي هو لو انت عملتي بايديكي هيطلع لون احمر في ايديكي. بعد الحرق اللي انا بقول لحضرتك، مرات الحرق دي اللي ممكن تحرقيها مثلا مرتين ثلاثه، لو حضرتك عملت كده مش هيطلع حاجه جدا، ولو عملنا الطمي يعني الطبقه دي من بره كمان هيدي له صلابه اكتر، اللي هو لو وقع ما اتكسرش. عشان كده بقول لحضرتك احنا نعمل من جوه ومن بره، في ناس تقول لك اعملي من جوه بس، اللي بره هتدي صلابه للبرام اكتر وهتدي له يعني فتره عمريه اكتر. هو مش يعني مش مكلف، يعني ده مش مكلف خالص، كم معلقه عسل بحته زيت وتعمليها وتدخليه الفرن مره مرتين ثلاثه، يعني الدنيا ما بتبقاش يعني صعبة، مش بتبقى صعبه، وممكن تدخليها كمان وانت بتعملي اكل، يعني عشان ما تستهلكيش طاقه.
الفرن واسع فانت بتحطي البريم جنبه جنبه طاجن يعني. تقصدي يعني انا قصدي ممكن يعني في ناس تكتب ودخله ثلاث مرات وغاز والدنيا، لا انت ممكن وانت بتعملي اكل بتحطي في حته او جنبه. لو هعمل كذا بريم او كذا عندي أو كذا واحد هدخلهم مره واحده وخلاص في وقت واحد. على فكره العمليه التحضيريه دي انت بتعملي بيها بتجهزي حاجاتك اللي انت بتشتغلي بيها بقى يعني مدى الحياه على طول. بالمناسبه دكتوره يعني الشيء بالشيء يذكر، بما ان احنا لسه جوه المطبخ وبنعمل حاجات زي حلوه كده، فكرة التفال والحاجات اللي الناس بتشتريها واللي هي الطبقة اللي بتبقى موجودة ومع الوقت بتقشر، ده برضو خطورتها ايه على صحة الإنسان؟ دي في منتهى الخطورة، لأن نفس الفكرة بقول حضرتك عليها التفال طبعا الطبقة دي هي اللي ما بتخليش الأكل يلزق. طيب لو احنا بقى عملنا بمعلقة أو اتجرحت أو مع المدة استمرارية المدة الطبقة دي لو اتخدشت هتبتدي تطلع المادة اللي هي بتاعت طبقة التفال في الأكل. زي ما بقول لحضرتك دي كلها بتبقى حاجات بتسبب مشاكل صحيه، بتسبب السرطانات وزهايمر على المدى البعيد، لان الرصاص اللي المواد اللي بتدخل دي بتدخل فيها اكسيد رصاص بتسبب زهايمر. طبعا واحنا مش ناقصين الصراحه. وانا عايزه اقول لحضرتك بالعيني ده حتى الالومنيوم، الاواني الالومنيوم اللي احنا بنستخدمها لو انا ما جيتش احل الومنيوم لو لقيتها مثلا مع كتر الاستخدام ابتدت تنقر او لا هتسود، انت احيانا ممكن الميه المغليه بتعملها لا بتنضفيها يعني، هي اكسدت مع الميه مغليه حطيتيها في حله الومنيوم طبيعي انها تسود. لكن لو لقيتها ابتدت تنقر لا طبعا ما استخدمهاش في الاكل، لانها برضو زي ما بقول لحضرتك الالومنيوم دي بتبتدي تتفاعل مع الاكل وبتدي رواسب يبقى في الاكل على المدى البعيد تراكمي مع الانسان يجيب له زهايمر ويجيب له عسر هضم ويبقى مش صحيا مش مرتاح يعني. حضرتك تنصحي بايه اكتر يعني جنب طبعا الفخار ده الاساسي بنتكلم عنه النهارده، لكن في الجرانيت والالومنيوم طبعا ده اشكال والوان، الستانلس، الطبقات التيفال برضو شركات كتير في منها اللي بيقشر على طول، في اللي بيقعد فتره، وفي يعني ايه اكتر حاجه اللي لسه بيشتري ولا واحده لسه بتجهز النهارده تروح عليها وتقول انا هكون المطبخ بتاعي من الحاجات دي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي في حاله يعني ايه، في حاله ارتفاع في السعر اسعار. انا يعني لو هي عروسه المفروض تجيب مثلا، لو هي هتجيب ستانلس هتجيب ستانلس من نوع الخام الكويس اللي هو يعني الماتيريال بتاعته كويسه، جيبي حله حلتين كويسين اللي انت هتاكلي فيهم لان دي صحتك وصحه عيالك. ممكن بقى تسترخص مثلا في اطباق تقديم، لكن اي حاجه بتتعرض للسخونه فيها اكل لازم تجيب ماتيريال كويس، صوت القلي والصواني. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك هي ممكن تكون في انواع طبعا من التيفال في السوق رخيصه جدا وفي انواع غاليه. بس انا لو ببص ان انا هجيب حاجه رخيصه وهتقعد معايا مثلا سنه سنتين وهتتجرح وهتبوظ، ولا هجيب حاجه تقعد معايا خمس ست سنين، دي بقى بتبقى مقارنات مفضلات على قد البادجت بتاعتها. فهي لو مثلا معاها حاجه قليله وعايزه تبتدي ستارت بيها يعني اوكي، بس خلي تبقى فاهمه ان القصه دي هتترمي كمان سنه سنتين. تمام، بس يعني انا استفدت النهارده ان الاواني الفخاريه دي حاجه مفيده جدا، ده حاجه صحيه جدا. لكن ما نسترخصش وما نجيبش الحاجات اللي بتلمع وهي محتاجه شويه تعب عشان يتم تحضيرها الاول. يعني هي مش تعب يعني حضرتك، ده يعني ست البيت لو هي واقفه بتطبخ عملتها يعني انا مش مجهود، وتحطها في الفرن مش مجهود خالص. اعتقد اسعارها نفسها واحنا بنشتريها قبل الحاجات اللي احنا بنجيبها يعني بالاكل اللي احنا بنجيبه بقى من المحلات محطوط فيه فخار، ده مش دايما الفخار ده حاجه كويسه؟ هو مش فكره، بس الفكره في محلات بتديهولك لمره واحده يعني خلاص جالك البيت هو ما بيرجعش. مع حضرتك هو برده مش بيجيب الكواليتي العاليه لانه بيبيع الاكل بالفخار. فلازم حضرتك تبقى واثق ان اللي انت جايبه الفخار ده مش طبعاً. فخار كواليتي بتاعته عاليه. أيوه. هو عامله اللي هي الاستخدام مره واحده. ايوه صحيح. وان يوز يعني ما اخدوش انا وانضفه واقعد استخدمه. ممكن بقى تستخدمه في حاجات يعني مش تبقى مثلا اكلات هتقعد تطبخ فيها ساعه ساعتين. يعني ممكن تعمل فيه حاجات اللي هي البسيطه يعني تخزن فيه مثلا رز بلبن، الحاجات الساقعه اللي هي تدي لها طعم كده بتعمله وبتبتدي تحطه فيه. احنا مش هنروح خلاص ناحيه الحاجات اللي فيها لمعه خالص. دايما بتفيدينا دكتور بمعلوماتك، بنسعد جدا بوجودك معانا دكتور شيرين فيليب، دكتور باحث بمركز البحوث الزراعيه، وشكرا وجودك. صباح الفل. صباح الفل، انا اللي سعيده بوجودكم وسعوده بالجمهور وميرسي جدا لوجودي مع حضرتكم. شكرا حضرتك جدا. شكرا. احنا هنروح ونرجع بعد الفاصل وهنطرح او هنجاوب على سؤال مهم جدا، اذا يعني العلاقه في الخطوبه ادت ان احنا لازم نفسخ الخطوبه نعمل ايه؟ ازاي نفسخ الخطوبه من غير ما نفسخ علاقه العائلات مع بعض؟ بعد الفاصل.